بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل تفريج الكربات ولا اليلمان تكلمة ذيني وحكو سابسانت هاي فضل أي لا ذهي كربوين كأول فايدو تذكر لباتيسا ومركا لعاويو فضلك أي لذهي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوح كيري وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا سمية الخير خير سمية لعلكم واحد مدنتهين تفلحون إن هذا لبانتان ومركا خير كاسي وحاسو قليا تفريج الكربات لباتوين كدتك أو هيستا أو حلقا قبتو أياسو قليا مركا وحا هذي عمل آد وحا جراء عمل آد ياد أوين أو قفك أوكو قاري أو قفك إلهي سبحانه وتعالى وافجيا أجر آدي أدوين أوكو قاري دي مركا سيدا سيدتك وإيو أغيهين وحا ويمالك وضا إيو وحا لا لوحي نفت وضا أما قعنت وضا أي هانتو أي بيحين لها ينا دي سيدا سي أيو أغيهين مركا محالكو قاري كرا وفضلقا سي آدكي آدكا أوين marka koowaad waxa weeye fadligaasi waxa lagu gaari karaa in qofka oo shucuur wa in marka uu dareensan yahay qofku waa inuu dareensan yahay quwada iimaaniga walaatinimada oo diinta lagu walaalo qofku waa inuu taas horta uu dareensan yahay oo walaalkiisa waxa naftiisa uu la jecel yahay walaalkiisa uu la jecelado waxa naftiisa uu la jecel yahay walaalkiisa إن أولا جعل هذا وحا نفتي سؤو جعل يهي ولا الكيسة أولا جعل هذا مركا وحو قاريا أرنتا صدا أن شاقنا إيو قاريا مركا وحنا ما هكرنا يو مركاسي وحا لا لوحي أو كسابسا إن أو ساعدو دتك ولا لذيسة وحي مركا نفتي سؤو لجعل يهي ولا الكيسة دي أولا جعل هذا وحي نفتي سر لبيسنا ولا نعو ولا الكيسة marka hadii sidaas dareenkaasi qofka uu ku jiro marka wax walba waxa weeye wuxuu isku dayaa inuu marka walaalkiisa dhibaatada haysta iyo kurbooyinka inuu wuxuu faa'iidi karo inuu ka faa'iido rasuulkeena alayhi salaatu wasalaamna hadithu wuxuu ku yiri man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama qofkii qof mu'mina ka fududeeya كربة والدنيا ذا كربة ذا هذا كمدا إلهي أسقنا وحاوي مالك آخرة لباتوين كجراء أي إلهي وكا فيديا سيدوك لي ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة قفكي قف مسلم ولباتيسا وعليه سارا ودين أما وحلم ذا وكفض ذي أسقنا إلهي سبحانه وتعالى آخر أيو كفو ذينا لباتوين كجرا سيدو كلي قفكي أستربو يرو من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة قفكي قف مسلما أسترى أو ردي سها أسترها مرة شيء أما أيوتي سها أسترى إلهي سجن الدنيا آخرة أيوتي سو أستريا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي أدونك كالمديسة أيو يها إنت قفك adoonku walaalkiisa uu caawiyayo marka tafriijku wuxuu noqon karaa oo marka dhibaato haysata qofka walaalkaaga aad caawisid oo maadiyan xaq dhaqaale xaqiisa wuxuu noqon karaa shafaaca iyo ergo aad u ergisid oo marka oo jahaaga aad u bixisid iyo khayrkeeda uu noqon karaa marka فعلى من كان لديه فرصة لإدراك هذا الفضل العظيم ألا يبخل على نفسه به قفكي مركا أو فرصة داسي سو مرتا أو هلا إنو سنضيعين إن مركا سيدي أكو قاري لها أرين كاسي وكو تدالو أدي أركو فرصة أو ددولا لدي سينو ساعدة أو مركا إن مركا نفتي سأسنكو بخيل أيا وناكسا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.